ونرحب بدكتور وليد حداد، محاضر في علم الإجرام. أهلا وسهلا بك. يعني مؤسف جدا ما نسمع ونستمع إليه، ويعني أعتقد أنه من المواتي أن ندعو الآن بشفاء لأحد لاعبي أبناء سخنين الذي تعرض إلى جريمة إطلاق نار، وهو الآن يخضع إلى عملية جراحية لإنقاذ حياته. يعني ماذا نستطيع أن نعاقب على كل هذه الأمور وهذا المشهد المؤسف في المجتمع العربي؟ نعم، حقيقة يعني مجتمعنا وصل لحالة من التخدير، لحالة من حتى عدم اللامبالاة. كما نتحدث اليوم عن 135 قتيل في أقل من 7 أشهر، يعني هذا يعني ما كنا نتوقعه. يعني أنا أذكر بال 2016 عندما كنا نتحدث عن نهاية العام ب 53 جريمة قتل، وكنا نقول لم نصل الذروة بعد. هذا ما كنت أقصده، أن الذروة هي كميات قتل وعدم مبالاة. حتى اليوم أدخل على وسائل التواصل يوجد عدم مبالاة، مين انقتل، مين اللي انصاب، مين اللي يعني الأرقام بطلت تعني أحد. أسماء، يعني اسم الضحية اللي انقتل اليوم صباحا، أنا أقول لك غالبية الناس ما تعرف مين هو أو شو اسمه أو من أي بلد. فهذا الوضع اللي وصلنا له وضع جدا خطير، أنه استسلمنا للوضع القائم. طبعا احنا عندنا صار نوع كمان من جلد الذات، وهذا اخطر ما في الامر. احنا لا يمكن نجلد ذاتنا. اللي وصلنا لهذا الامر هو حكومه اللي تركت السلاح يتفشى، تركت الجريمه، وبالتالي وصلنا لهذا الوضع. يعني لا يمكن نجلد الذات. العنف كان موجود بمجتمعنا، ولكن ما حدث بالسنوات الاخيره دخول السلاح. طب يعني بنقدر نتحدث ان تفاقم العنف هو مقصود في ظل وجود هذه الحكومه اليمينيه ووجود إيتامار بن غفير كوزير الامن القومي؟ يعني بدون ان اتشك، انا اتحدث بالارقام المهنيه، ولا يعني مش من اللي بعشق نظريه المؤامره. ولكن عندما بدات الحكومه السابقه مع كل انتقاد بمعالج ملف الجريمه، ووضعت مسؤول او منسق لهذا العمل من قبل الحكومه، كان في حينه سيغالوفيتش، وراينا تاثير على الارقام تقريبا 20%، هذا غير كافي. ولكن أتت الحكومة الحالية من غير أي فحص للأمر، وألغت الكثير من البرامج، ومنها هذه البرامج الحكومية السابقة، مش بإدعاء أنه لم تستطيع لجم الجريمة. يعني عادة نحن نفحص بعد 3 سنوات، فمن هون ما عندي معطيات علمية غير أنه نسينا واحدة. ولكن حتى الحكومة الحالية اللي كان المفروض تقول نستنى 3 سنوات، إذا هذه البرامج لم تأتي بنتيجة سوف نطرح برامج أخرى، أوقفوا البرامج. من هون أقول لك يعني حتى الحكومة ما رأت أنه ممكن عن تأثير بداية التأثير أوقفته. يعني لما انت بتطرح برنامج تستنى على الاقل 3 سنوات تشوف فيه تاثيره على سلوك معين في المجتمع. طب بما انك خبير في علم الاجرام ومحاضر في علم الاجرام، دعنا نتحدث اكثر واعمق. كيف يمكن تحليل وفهم دوافع المرتكبين لهذه الجرائم؟ ما هي الدوافع؟ يعني عائليه، شخصيه، ماديه، سوق سوداء، ما هي الدوافع؟ أولا انهيار المنظومة العائلية التقليدية. يعني كل موضوع الحمولة العشيرة انتهى، بطل فيه إنسان كبير. من هون عم نسمع كلمات في مجتمعنا مش قادر هذا الإنسان، مش غادر له، مش ما ببون عليه. فانهيار المجموعة أصبح فرد ممكن يفرض، يعني إنسان واحد يفرض آراءه على مجموعة كبيرة. يعني بطل يخاف من النبذ والمقاطعة لأنه انتهت هاي المنظومة. أول شغلة. ثانيا، هذا العالم فيه ربح. نحن لا نخدع ونقول أنه ما فيه ربح. هذا العالم الإجرامي رغم كل قساوته وبشاعته، ولكن بالنسبة للشاب هو بيشوف الأرقام، إنه أنا بعمل عملية واحدة باخذ 200 أو 300 ألف شيكل وبحقق حلمي وبركب السيارة أو بسافر أو بعمل الأشياء اللي بدي إياها. من هون إحنا عندنا طبقات المجتمع، نعم تطوق إنها تعيش هذا المستوى. الطرق المتاحة أمامها هي عالم الجريمة والسلاح، لأنه لا يوجد رديع، لا يوجد فحص. فمن هون هذا السوق هو يعني ما فيش فيه، يعني مش بحاجة لمؤهلات أو أكثر من ذلك. يعني إذا مؤهلاتك تكنولوجية ممكن تشتغل بفوركس، إذا مؤهلاتك عضلات بدون مخ ممكن تشتغل في تحقيق. يعني كل إنسان له محل في هذا العالم. فمن هون لقينا الكثير من الشباب انضموا، وما كان في عنا القدرة كمجتمع إنه نقدر نردع هذه الشباب ونرجعها. إنه حقيقة في ربح، فيش ردع، فيش حمولة، فيش يعني أدوات حتى التقليدية الموجودة ما بتقدر. طيب أكيد في أثار نفسية واجتماعية على هذا المجتمع العربي. يعني موضوع الجريمة والعنف بيهدد ترابط المجتمع العربي، بما أنه تحدثت أنه بطل حدا إله كبير. فإحنا بنحكي على مدار السنين ومرور السنين، يعني أواصر المجتمع العربي ستتفكك. يعني أنا باعتقادي هي تفككت اليوم. يعني لا يوجد جهات صلح جدية.
يعني بالماضي اللي أنا أذكر يعني أنه كان في الكثير حتى من جرائم قتل حتصر كده. أنا قلت العنف مش دخيل على مجتمعنا، وكان في عنف وكان في قتل، ولكن كان في يعني صلحات عشائرية وكان في حقن للدماء، ومن هون كنا ما نشوفش هذه الأرقام. يعني مجتمعنا إذا بترجعي ما كان يوصل مرات عشر قتلة في السنة وأقل، يعني ما كان يوصل هذه الأرقام. فمن هون لأنه كان في منظومة اللي تقدر تضمن. اليوم عندما يتم صلح كلنا بنكون عارفين انه هذا الانسان اللي انسان كبير بالغ ما بيقدر يضمن الصلح، بالعكس الصلحات اللي عم بيكون فيها ناس من عالم الجريمه هي مضمونه انه ما تتفقمش اكثر من الصلحات اللي فيها الناس اللي مش محسوبين على التيار وعالم الجريمه. هون تفكك يعني مجتمعنا تفككت كل يعني هذه الثقافه اللي احنا بنعيشها لها اسم، هي ثقافه سلامز او ثقافه احياء الفقر اللي كنا نشوفها بافلام هوليوود الامريكانيه بافلام السود، هي ثقافه احياء فقر، هي مش ثقافه حمائيه وعشائريه. عشان هيك الادوات التقليديه ما بتنفع فيها. فمن هون يعني اولا يجب اخراج السلاح. يعني انا لا اقول الامور يعني بس بالتنظير، قبل ما نخرج هذا الكم الهائل من السلاح لا يمكن نثقف، لا يمكن نقول للشاب انه هذا العالم ما لك ايش تسوي فيه، ابعد عنه، ممكن نهايته تكون الموت القتل. لانه الشبيب اليوم عم بتشوف عالم انه فيه ربع فيه قوه وفيش اعتقالات. عندما نتحدث يعني كيف عدد المعتقلين السنة بالجرائم الموجودة؟ يمكن لا يتعدى 5-7 معتقلين على جرائم قتل، وفيش عندنا معتقلين. نسبة الفك رموز جرائم القتل تتعدى 10% من المجتمع العربي. دكتور وليد، يعني دكتور وليد ابقى معي.